وصلت لوسيط مهم مهم جدا، هي العائله. العائله اذا ما عاونتكش في اختيار التخصص تاعك فهي اكيد حتقرر في بلاصتك، لا محال. بون، باش ما نقولش اكيد، ما نحبش نعمم، كاين ثلاث حالات تدخل فيها العائله في هذه المرحله تاع اختيار التخصص. الدور الاول اللي تقدر تلعبه العائله هو الدور المؤيد، تروح لولدها تشوف واش بنتها ولا ولدها اللي داو الباكالوريا، تهضر معاهم، تقعد معاهم، تشوف واش راهم حابين، يتناقشوا كعائله، اخذوا رد، تواصل، ويقفوا مع ولدهم في الفتره هذه ويحاولوا يدوا المعلومات اللازمه ولا الكافيه، ولا يحطوهم كونتاكت مع ناس اللي عندها علاقه في مجال اهتمامات ولدها. هاد العائلة، هاد النوع من العائلات، يعني بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة، باسكو يعاونوا في ولادهم وما يوقفوش اون بليس في طريق ولادهم. قال نو، ما ديرهاش، اوغ كيسيون، ما كاش منها. دونك هاد الشيء بزاف هايل، وهذا واش محتاج طالب في هاد المرحلة، تشجيع، دعم. ثاني نوع من العائلات هو العائلات المؤيدة، يعني عفوا محايدة. هاد العائلات دبر راسك، ما تكسرليش راسي. في الحقيقه انا نحب النوع هذا من العائلات، باسكو علاش؟ 18 سنه هذا الانسان اللي راهم تحصل على البكالوريا، انه يكون في عمر ما نقولش واعي، ما يكونش ناضج، بصح راهو كبير، ما بقاش صغير. فانه تترك المسؤوليه لولدها وهو يقرر واش يخرج عليه واش راهو حاب، باسكو من بعد علاه هو دوك اذا خير حاجه نجح فيها اللهم بارك، ما نجحش فيها راح يولي انت اللي قلت لي انت دبرت عليا.